هذا المعريض الملكي في الشاعر سيد الملك سيد بن الخازن الرحمن يعرض الى جانب الغرفه الصناعيه ويعرض في المعرض. فهذا المعرض يعني كما ذهب شاعر الملك على عرضه منذ المعرض الاول الى الان، فهذا في حلته الجديده. ونشكر السيد الوالي على اهتماماته بما نقوم به من كتابات، ونتمنى التوفيق للجميع. وشكرا شاعر الملك القائد عبد الرحمن السيد. Thank you.